يا مو، حابة أحكي معك كلمتين. بركض أنا بترجع ابني؟ أنا بلاكي ما منسوى شي يا ست الكل. يا مو ليش ما عم تخليني بوس إيدك؟ ليش دايماً عدبان علي؟ أنا مالي عتبانة يا مو، يا ريتني عتبانة. أنا زعلانة ومقهورة منك يا سندي. وانتي قلتيها يا مو يا سندك، وانتي أكتر وحدة بتعرفي إنه الروح بترخص لك، بس انتي كمان ما عم تفهميني. هلا طلعت ما عم بفهمك. طيب قلي كيف انت سندي؟ وكيف ما خليت جدك يخف على أخوك مازن هالصغير؟ وكلياتنا بالبيت بنعرف إنه ما بيرد لك طلب. يا مو جدي هاللي عمله مع مازن لمصلحته، ولو أنا كنت مكانه كنت عملت أكثر من هيك. بعرف، بعرف بتعمل أكثر من هيك. رح مرق قصة مازن. أختك ملاك. لك بس إذا بتحكي كلمتين مع جدك بجوزها هي وعربي، ومنخلص من كل هالسيرة. شفتي انك ما عم تفهميني ياما؟ عربي غلط مع جدي، وانا ما عاد بدي صهره كرمال جدي ودوريها بعقلك. هذا اللي كنت خايفة منه واللي خفت منه صار. اخذتكم مني وانتو صغار وصرتوا نفسي العقلية. يا مو في شغلة وحدة ما عم تفوت بعقلي، شو سبب العداوة اللي بينك وبين جدي؟ انت ليه بتكرهي؟ لأنه قاسي وجبار، ما بدي اياك تطلع مثله يا مو، ما بدي حدا يدعي عليك. عم يخطفكم مني واحد ورا الثاني وعم يساويكم مثله. خطفنا يا مو، جدي هو اللي خلانا نكون ملمومين حواليكي انت وابي. لا يا مو، لا لا يا مو، يا ريتكن ملمومين حوالينا. انتو ملمومين حواليه هو وبس. وشو الفرق يا مو؟ الفرق كبير يا مو، الفرق كبير. هو بده ياكن حواليه مشان يتباهى انه عنده عيلة قدام اهل الحارة. لك اللي متذكر اخر مرة كسرنا السفرة كلياتنا مع بعض؟ اللي شي مرة سمحت ضحكة بهالبيت؟ يا مو كرمال الله، هذا الكلام كله مو مهم. المهم انه نحن بخير ومو ناقصنا شي. بخير ومو ناقصنا شي؟ هيك انت شايف؟ ايه يا مو، بفضل الله وبفضل جدي من بعده. خلاص خلاص، حقك علي يا مو، حقك علي، ولا بقى تحكي ولا كلمة. أنا الغلطانة، أنا الغلطانة اللي فلتت إيدك وخليته هو يمسكها. حقك على راسي.